الصلاة من أولى وصايا دين الإسلام، واجبة على كل مسلم ومسلمة. لكن موضوع الآن ليس فوائد الصلاة، بل المشاهير الأتراك الذين يصلون ويذهبون للحج. دعونا نرى أي المشاهير الأتراك يؤدون صلاتهم دون انقطاع. إذا كنتم مستعدين فلا تنسوا الاشتراك في القناة ولنبدأ. إيفانا سيرت هل أسلمت؟ قالت: إن تغيير الدين يستغرق وقتا. عندما سألها الصحفي: ما هي التغييرات التي حدثت في حياتك؟ فأجابت بقولها: إني أصلي. تولغهان سايشمان. كان تصريح تولغهان سايشمان لأنه كان يصلي موضع تقديرا من قبل معجبيه. حقيقة أن الممثل الذي ذهب إلى العمرة من قبل قال إنه يصلي 5 مرات في اليوم. عاد إلى الأذهان وجوه أخرى على الشاشة توضح أنه يصلي. موراد يالديرين من المشاهير الذين أعلنوا أنه صلى. الممثل المعروف أيضا بالحج دونتشي جودين اتضحت أن ملكة عرض الأزياء في تركيا التي تركت المهنة بعد زواجها كانت ترتدي الحجاب. ممثل الشهير نجاتي تشاتماث من المشاهير الذين يصلون ويقرؤون القرآن. نيكلاه نيدر واحدة من النجوم المشهورات التي تركت بصمتها في الإسلام حيث أنها قالت اعتنقت الإسلام لمقاومة الألم الذي تعرضت له خلال حياتها. هل تعلمون أن عيشة إيتشين توران هي أيضا واحدة من المشاهير الذين يصلون 5 مرات في اليوم، يذهب دائما لأداء فريضة الحج. مصطفى جيجلي المغني الشهير التركي أيضا ذهب إلى الحج وهو يصلي. جيم يارماس الممثل الكوميدي الشهير هو أيضا أحد المشاهير الذي يذهب إلى الحج ويصلي، كما يصلي الممثل جوك بيرك ديميرجي وأوزجياجي. واسم مشهور آخر وهي تصلي هي الممثلة الجميلة سيلا ترك أوغلو. أصدقائي الأعزاء، من هم الممثلين الأتراك الذين لم أذكر دخلوا الإسلام ويؤدون الفريضة؟ وما نوع المعلومات التي لديكم عن فضائل الصلاة؟